ألو، مرحبا سامينة. أهلا، مين؟ أنا سمر. شو نسيتي صوتي؟ أهلين سمر، الحمد لله على السلامة. أمتى إجيتي؟ من كم يوم اتصلت فيكي كتير وما لقيتك بالبيت. أي والله كنت مسافرة، اليوم إجيت. دريتي شو صار مع هشام؟ أي والله حكالنا البابا مسكين الله يرحمه لمالك. مأساة، هاي أول مرة بشوف هشام بهالوضع. سامينة، يمكن من المناسب أخذ بنتي، ما هيك؟ الموضوع بيرجع لك. أنا قاعدة شي شهرين هون، بعدين بدي أقنع بابا إنه سفرها معي. بس ما بدك تسألي عفيف؟ هيك أب ما بده حدا يسأله. والله ما بعرف، مثل ما قلت لك الموضوع بيرجع لك. سامينة، ممكن تروحي معي لعند حنان؟ أنا كتير محرجة أروح لحالي. أي ما في مانع. طيب، لكن بكرة الساعة 10 الصبح بمر لعندك ومنروح سوا. أي ماشي الحال، الله معك.
الو عفيف، مو معقول هلا جاي اتصل فيك. صار لي ساعتين عم حاول اتصل ما حدا عم يرد، واخر مره طلع الخط مشغول. كنت عم بحكي مع سمر. سمر؟ ليش سمر هون؟ ايه اجت من كم يوم. شو رايك اجي على الشام شوفها؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس اذا عم تسالني رايي انا ما بفضل. عفيف سمر يمكن لقيت حياه ثانيه بعيده عنك، بعدين وضع مكركب هون وانت بغينا عن المشاكل. كنت بدي خبرك مشان اقول لك انه سمر قررت تاخذ اتحاد. ما بعرف اذا الموضوع بيهمك، بس انا حسيت انه من واجبي اني اقول لك. عفيف عم تسمعني؟ ايه. وشو اخبار الدكتور هشام؟ الله يعينه، اللي صار معه مو سهل. بلغيت عزي واشكري لي حنان، واذا شفتي سمر سلمي لي عليها وبوسي لي اتحاد كتير. دير بالك على حالك، الله معك. شو تشرب؟ قهوة وسط. حنان لازم تكوني متوقعة اللي بده يصير، ما هيك؟ طبعا توقعته، عشان هيك ضبيت الأغراض، بس المشكلة إني تعلقت فيها، خاصة هي الشيء الوحيد اللي عم بيواسيني. طولي بالك، شو بدنا نساوي؟ هيك الحياة. بس انتي اجلا ام عاجلا بتعرفي انه هذا بده يصير. يسلموا. تسلموا ايديكي. يلا اتحاد، قومي لدبي لك اغراضك مشان تروحي مع ماما. مين ماما؟ انا الماما اتحاد، حملتك 9 شهور. شو باين حنان زعلانه؟ طبعا تعلقت فيها. يا ستي اسمها حنان وهي حنان، مو معقول هالست قديش دايره بالها على بنتي. بتعرفي كنت مفكرة حالي جاي شيل همها من على قلبهم، بكتشف انه انا جاي اخذ شيء كثير عزيز عليها. منيح اللي اجيتي معي.
هي بنتك. انتي ما بتتخيلي قديش انا ممنونة إليك. يعني لو كانت عندي انا امه ما كنت قدرت اعتني فيها كل هالقد. يلا ماما، يلا اتحاد، خلينا نروح. لوين؟ بدي اشتري لك اكلة طيبة. لا ما بدي. يلا حبيبتي روحي. هي ماما. يلا ماما بدنا نروح. مع السلامة. يلا سامينا خلينا نمشي. لا معلش روحي انتي، انا رح اضل مع حنان شوي. ماشي. يلا بخاطري. معلش حنان. بكره بتتعودي على غيابها مثل ما تعودي على وجودها معك. ما كان يحتمل لك يا جنيني. انتو كنتو لكلا كنتو جرحتوني، كنتو نعمل بحركم بتحبوني، كنتو لكلا كنتو لكلا
اهم يا شباب. خلينا نكتب. طب وينكم؟ قرب عندي. خلصهم؟ بين شوي. انت ثابت لازم ترتاح. لازم اخلص كل فرش العياده اليوم لانه لازم افتح من بكره. برايي انت تتركي من ايدك تروحي لعند حنان لانه بجوز تكون محتاجه الي. لا شو روح، انا لازم ساعدك. يا سامينا انت ساعدتيني كثير. خلص بقينا شويه شغلات بسيطه الشباب يرتبون. يسلم ايديكي. بتريدني الا شيء لحنان؟ لا بس سلمي لي عليها. هشام انت ناوي تتركها؟ لانه اذا ناوي تتركها لازم تقلها. أنا ظرفي صعب كتير وبهيك ظرف ما فيني اتخذ أي قرار مهمه. عم تنتظر لحتى تاخذ هي القرار عنك؟ أنا بدي إياها ترتاح بس. يعني فكرة إذا رحت على هي رح يحلوا عنا؟ يعني على الأقل بتختفي عن الأنظار شوي. لأنه جماعة الأمل معتقدين إنه نحن اثنين شي تنظيم خطير. بكل الأحوال أنا رح أحاول، بس هشام أنا بعرف إنه وضعك سيء والدنيا واقفة. بس حنان كمان وضعها سيء والدنيا واقفة. بس سمينة أنا ليش عم اقترح انها تسافر؟ لأنه هي وضعها سيء وأنا وضعي أسوأ. ما عم بقدر أقدم لها أي شيء. ماشي، بدك شيء؟ سلامتي. يلا تفضل. شكرا كثير سمينة. يعطيكم العافية شوي. الله يعافيك. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك يا رب. منيح هيك؟ والله لو بتكرم الشباب تعبوا شوي. ايه على عيني وراسي. على راسي. تفضل. ماشي استاذ. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يعطيكم كثر خيرك. الله معكم، مع السلامة. السلام عليكم. مهونة. مستوصف هون؟ شو عرفك انه انا دكتورة؟ شفتك طالعة من المستوصف. لا هذا مستوصف ولا انا دكتورة. لأنه شفتهم عم بينزلوا مفروشات وأدوية فاعتقدت انه هذا مستوصف. لا هذا مو مستوصف، هي عيادة خاصة. والله شيء رائع وعظيم انه يجوا الأطباء ويفتحوا عيادات بالأرياف ويعالجوا هالشعب البسيط. أفهم من حضرتك إنك مو دكتورة، يعني حضرتك من مدرسة. أنا عم ساعد دكتور، أنا قريبك. والله والنعمة. كأنه حدا قال لي إنه هذا الدكتور رجل مهم ومعروف. اللي قال لك مو غلطان. والله شيء رائع. يعني مو دكتور هربان من المدينة لأنه مو ملاقي زبون وجاي يفتح عيادة بالأرياف يتعلم بهالبشر. على كل حال الله يعينه على الشعب. لأن الشعب عنا هو متخلف. لا بالعكس، أنا لاحظت إنه ناس كتير طيبين هون وفرحانين بوجود الدكتور، هذا بيعني إنه عندهم وعي. مظبوط، والحق معك. شو بيقربك الدكتور؟ ملاحظ إنك سألتني كتير. هذا مؤاخذة. Thank you.
بدي جوا؟ حنان شو بكي؟ شو؟ حسبتك المباحث. مباحث؟ ليش عم بيجوا لهون؟ لا لسه، بس ممكن بأي لحظة يجوا. اعطوني مهلة لحتى افكر. دنيان بدهم يحبسوني. ما بيسترجوا. ليش انت شو عاملة؟ جريمة؟ هاتي ما بعرف. قدي صار لك مؤاكلة؟ ما بعرف. أنا جوعانة، رح أنزل جيب أكل من السوق. افتحي لي ها. إيه؟ ما قدرت تعرف مين هي؟ ما قدرت أعرف غير إنها بتقرب، بس شو درجة القرابة ما قدرت أعرف أبداً، لأنه بدأت تنزعج من أسئلتي، لذلك خفت ألفت نظرها أكثر من ذلك. ليش ما حكيت معها بلطف؟ بمنتهى اللطف وحسب التعليمات سيدي. حسب التعليمات؟ إيه وبعدين؟ بعدين ضليت وراها لوصلت لبيت الدكتور. بيته ولا بيت أهله؟ بيته سيدي. طيب شو أخبار زوجته؟ بالبيت سيدي، لا عم تفوت ولا عم تطلع. ولا على الشغل؟ إطلاقا سيدي. يعني ما حدا عم بيزورها؟ بس الست اللي وصفها سيادة الرائد، زارتها عدة مرات. طيب تابعوا عملكم وعلموني أول بأول، بس مثل ما اتفقنا ها، بكل أدب، مفهوم؟ حاضر سيدي. حنان افتحي، أنا سامينة. ولا يهمك، المهم انتي تشدي حيلك، ما في داعي اللي عم تساويه كله هاد، ولازم تعرفي انه هي الحبوب اللي عم تاخديها كتير بتضر. بس انا ما عم بقدر نام. قومي ناكل هلا بعدين نحكي. هذا كان بيتك قبل ما يكون بيت. يلا يلا خلينا ناكل. يلا
شو؟ الله يرضى عليك، الله يعطيك العافية. غسل ايديك لبنحضر لك العشاء. هشام ما بده يقلعك. هشام خايف عليكي. مشان هيك بده اياكي تسافري. لو كان خايف علي ما كان بيتركني لحالي. لازم تقدري وضعه. هشام حاسس انه الطريقة اللي كان عايش فيها وبعده عن ابنه هن السبب بالمصيبة. أنا ملاحظة عليه إنه رايد يقطع أي صلة بالحياة اللي كان عايشها. هذا الندم يا حنان. لساتك بتحبني؟ هذا الموضوع خلصنا منه من زمان. ما هيك؟ كيف خلصنا منه؟ ليكك مقضية كل نهارك معه. وهلا جاي عم تدافعي عنه. أنا كنت معه بصفته صديق عم بيمر بمحنة. مثل ما أنا هلا معك كمان. معي؟ أنت جاي لهون لحتى تقنعيني مشان سافر، لحتى بعد من وشك. حنان كبري عقلك، شو بكي؟ كبر عقلي؟ ليش أنا مجنونة؟ مساء الخير دكتور. مساء الخيرات. أنا ندى صديقته لمالك. أهلا وسهلا يا بنتي، تفضلي. أنا بعرفك وأنت بتعرفني لما كنت بنت صغيرة. أكيد ما بتتذكرني بس بتعرف أهلي. أنا بنت المهندس حسن سليمان.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا بنتي، تفضلي. أنا بصراحة دكتور في إلي غراض عن مالك الله يرحمه. غراض؟ غراض شو يا بنتي؟ شغلات شخصية مثل رسائل وما شابه. مرحبا خالي. أهلين يا بنتي، ما عدنا شفناكي، والله اشتقت لي. أنتوا بتعرفوا بعض؟ إيه، زرت مالك هون أكثر من مرة. تفضلي عادي، خليني ساوي لك فنجان قهوة. مستعجلة خالي، ممكن دكتور؟ يا العيني يا بنتي، تفضلي. ممكن افتح الدرج؟ تفضل. رسائل؟ ايه رسائل كتبت له اياهم لمالك. بس مثل ما فهمت انتوا كنتوا تشوفوا بعض دائما، ليش الرسائل؟ صحيح، بس مالك كان يحب كتابة الرسائل. أحيانا كنا نقضي كل النهار مع بعض، ولما يوصلني على البيت يعطيني رسالة مشان أقراها لما أصير لحالي. وأنا شوي شوي صرت رد على الرسائل، لقيتها شغلة حلوة. كان يكتب لي قصائد، كنت رد على قصائده بقصائد. قصائد حب؟ معظمها قصائد حب، لأن مالك مثل ما بتعرف كان كتير رقيق ورومانسي. بس كنا كمان نكتب قصائد عن الوطن والفقرة والقمع والخوف وهالمواضيع اللي بتأثر على حياتنا ومستقبلنا. ممكن أقرأ القصائد؟ هدول الرسائل اللي أنا كتبت له اياهم، لكن بوعدك جيب لك نسخة من بعض قصائده. أنا بصراحة دكتور حابة احتفظ بقصائده وقصائدي، لأنه إلا ما يجي شي نهار وأطبعها بكتاب. كتاب؟ نحن ما قدرنا نتزوج ونجيب ولد مثل ما كنا عم نحلم ونتمنى. بجوز هالكتاب يكون بديل عن هالولد. تسمح لي دكتور، أنا تأخرت عن البيت. سلمي لي على الأهل يا سندة. الله يسلمك. أنسي ندى، شو رأيك نعمل زيارة لمالك سوا؟ أكيد رح يفرح بهالشي. أكيد، نحكي مع بعض ونحدد موعد. وانت من اهل. Thank you.
نامو. امتى فايقك بكره؟ 7 الصبح يا ما. هي بكير كتير تقبرني. بكره بدي ابدا الشغل بالعياده والناس هنيك بتفيق بكير، بعدين قدامي مشوار طويل. طيب يا رب على راحتك. تريد شي ثاني يا ما؟ تصبح على خير. انت من اهله. تصبح على خير. خجلت منه. تعرف ابني اكثر مني. جلستك لسه ما خلصت. ما خلصت؟ صار ماضي أكثر من شهر. جلستك تمددت شهر تاني.
مين انتي؟ انا سمينة. شلون فتي على بيتي؟ انا عندك من امبارح الظهر. شوف هي هيك. ما عم بقدرنا. خليكي جنبي. لا تروحي. حضل جنبك. أنا هلا رح أكتب لك راشيتها تأخذ الدواء وتراجعني بعد أسبوعين. بس أهم شيء إنك تأخذ الدواء بمواعيده. إذا ما أخذته بمواعيده ما بتستفيد شيء حجي. تفضل. إن شاء الله معك. شكراً دكتور. تفضل. الله معك، مع السلامة. تفضل يا أخ. أي خدمة؟ مرحبا حكيم. أهلا وسهلا. أمرني. أنا ضابط مباحث. أهلا وسهلا. تفضل. أنا جايك بزيارة عمل بس ما بدي إياها تكون كثير رسمية. شو رأيك نقعد مع بعض شوي بالقهوة اللي موجودة هون بالحارة؟ ناخذ راحتنا أكثر. ما في مانع. أنا إذنك شوي بس لحتى بجيك. تفضل. يا صباح الخير. كيفك اليوم؟ يلا. مالي نفس. اشربيها. يلا. شوفي إذا ما بتشربيها حاملة حالي وماشية، عن جد عم بحكي. يلا اشربيها. يلا حنان.